أنني عشت في الصحافة الرياضية حياة يعني مليئة بالأحداث، مليئة بالتطورات، مليئة بالتجارب وبال يعني بالمبادرة الطيبة التي في الحقيقة أنها خدمت المستقبل الرياضي في بلدنا، لأن الرياضة بدون شك أدت الواجب ديالها أكثر مما يتصور الإنسان، خصوصا وأنها كانت تشتغل بما بوسائل يعني متواضعة جدا، ومع ذلك حاولت أن توصل الرسالة إلى الجماهير المغربية التي أصبحت تمارس الرياضة بشكل يعني طبيعي وعادي وكأنها ثقافة يومية، وأن الرياضة لا يمكن للإنسان أن يتناسى أو يهمل دورها في التكوين التنموي وفي التكوين التربوي وفي الأخلاق الإنسانية وفي العمل الإنساني، فهي تربط بين الشعوب وتؤدي رسالة نبيلة في الواقع. لذلك هذا التجمع اللي كنشوفه اليوم هو يعني نتيجة من نتائج التواصل الرياضي والعمل الدؤوب الذي تقوم به الرياضة أو الصحافة الرياضية الملتزمة، خصوصا الرياضة أو الأقلام والمنابر الإعلامية التي تؤدي واجبها بضمير حي وبأخلاق رياضية ومنافسة رياضية نبيلة. إذن هذا تجمع دليل على أن الرياضة تسير في مسارها الطبيعي ومسارها الجيد الذي يخدم مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين. شنو يمكن لي نقول على يعني كنقدر نقول بانه يعني الصحفي الرياضي عنده واحد لوغول يعني كبير بزاف امبورطون، ولكن ديما كنحث على واحد الشيء اللي هو مهم هو لا فورماسيون، حيت لا فورماسيون خصها تكون اون كونتينيو وخص يعني تكون مواكبه كيف كنقولوا اليوم. يعني شفنا في هاد يعني في هذا المنتدى الاول الصحافه الرياضيه اللي هي يعني واحد بحال نقول واحد نقطه ضوء بالنسبه يعني للاجيال اللي جايه، وكنتمنى انه زعما الصحافه الرياضي تكون عنده يعني حتى هو واحد يعني الناس يشوفوا فيه واحد النظره اللي تكون يعني ديال القيمه، لانه كنشوفوا بان افيك هاد لي ريزو سوسيو افيك يعني هاد يعني الشبكه التواصليه يعني كل شيء ولا متاح، فالصحفي خصو لابد تكون عنده واحد لاكاليتي في الانتقاء ديال لي سوجي ديالو، في طريقه التحليل، في طريقه يعني ديال الالقاء، يعني بزاف ديال الحوايج. فالمواكبه ولا فورماسيون لابد. المغرب بيان سور عنده بزاف ديال يعني لي زيشونس افونير اللي هما تري 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 امبورطونت، دونك يعني المواكبه لابد خصها تكون يعني مزيانه في المستوى. كنشوفوا بان كاين يعني استحقاقات بحال لا كوب دافريك لو مونديال، دونك لابد خص يكون واحد بحال نقول واحد ان اكيليبر ما بين يعني تكون اون فورماسيون، وعلاش لا يخرجوا حتى هما يديروا دوره تكوين يعني في ليترونجي باش يعني تكون واحد بحال نقول واحد المساواه بارابور لي جورناليست ديال برا، لان الصحافه المكتوبه عندها معايير ديالها، الاوديو فيزيوال حتى هو عنده المعايير ديالو، دونك يعني مزيان. لان بالنسبه لي انا الصحفي ما كيبقاش يتطور حتى كيكون اون فوا في لا طومب ديالو، دونك الانسان مادام هو حي خصو ديما يكون هذيك الاستمراريه وهذيك السيروره اللي كتكون يعني يعني في باش يطور المستوى ديالو.